سنكوح سنكوح كانت
نحكي لنا عن انتخابات الكونغرس. ندى يا ندى، خذ الرواد مفتوح. اهلي خذ الرواد بجي معك. ليش تحكي لي ما مفتوح؟ هذا بيسرق البيت. لحمي لي سرو. وين ندى؟ ندى ميهون، مرت عمك ميهون، سمرا السعدان مهون، وين عمك قصي الهزات، خذ مني على عمك قصي سلام نهار الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. اهلي سرو الرواد شريت بيت بيتك عاشي. فطول. شو بقصد الرواد في بيتك؟ بدكم ما تواخذوني بس ما بكون عم بخرج جوا. لا لا اخي لا لا، عود استاذ مرمو، شايف هذا المظلوم؟ انا بدي انا ارشح حالي وبيني وبينك انا ما بحب الشغله. انت مو ما بتحب الشغله، بس انت ما في حدا بده ينتخبك اذا رشح حالك. لك اهلك، اهلك يلي هن اسمهم اهلك ما بينتخبوا. ليش لحد هلا ما حدا رشح حاله؟ ما في منافسه يا رجل، ما في منافسه نوب. استاذ مروان جالك بالي بالك ممكن يحضر. بس ابو قصي بيسالك سؤال. نعم. بدك ما تواخذني. هذا البيت بيتي. بيتك ونحن اهلك يا رجل. شو انا كل نزيل بالكوريدور. تفضل. ما في احد؟ ابدا ان شاء الله. لك بخير. وين راحوا؟ ما بعرف. ابو قصي انا بتعلمها بيكون عم يقتلوا لاخوه من ورا مش شعال. اخي ما بظن يقتلنا ابدا بهي القصه. على كل ما راح يصير غير اللي بالي بالك. شو هاي بدي اياه؟ كرون خاص. خلص. مش قدرنا. الحين بسأل معي. أنا مو بس بدي صوتها. بدي صوتها بصوت المدام وصوت أخوك وصوت بيت حماك. طيب أنت ليش شرحت هذيك بهذا الطلب؟ ما فيها تمشي حاله. أخي لازم يعرفوا إنه أنا بحق واحد بالله. نسيت ألف مبروك عليه مجلس البناء، وإن شاء الله هيك عبال مجلس البلدية. مع السلامة. شفتي؟ بلشت الاجتماعات والتكتيكات. قلت لك. شو قدروا؟ شو قدروا؟ ما أنا أقل شيء بس قلي إنه انتخبوا أنا وجماعتي، وأنتوا بكري، ما أدري. مروان؟ شو رأيك ترشح حالك انت وتصير رئيس مجلس البناوي؟ انا؟ لا 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 ما بدي، انا ما اصعب لون بهالقصة، خليها قصية يتهنى فيها. لك شغلة كويسة، شغلة كويسة، رشح حالك ما بتندم على كفالك انا. بكري لا تفتح موضوع ابنه، ما رح اقتنع، لو بتقنعني سنة، ما رح اقتنع، ماني موفق. بكري ما انا غيره. انت ما عنده. لوين؟ ما انا غيره، قصدي واصلين لعند اللي ما انا غيره. روح مع السلامة. روح. شو يا عصاوي؟ شو عندك بالبناية؟
شو القصة؟ ما بعرف شو بدي لك بس يعني شفتهم بعيني عم تكذبني عم يتكتكوا مشان انتخابات مرت عمي رجاء رجاء ريحي لي حالك وريحي لي راسي لك ايش بدك تضمزط؟ شو حكينا؟ عمي لك بس عم بتحكي امي شو حكينا؟ معقولة يا رشا هلا بس ثلاث اشخاص بحبوا ابوكي بكل الولاية وبتصير عليك كمان ماما انت مع بابا ولا منافسه؟ لا انا معه بس مو داخل بخير كل هاي القصه انا الرجال ما صار طار طول عمرك كسر معنويات عالم انت خراس ورتوب يلا ابو احمد اللي ساكن بالطابق الثالث وابو سمير اللي بالطابق السفلي رشا تعرفي ان مالي مرتاحه على القصه هي هيك حاسه في شيء من تحت لتحت بس انا برجع لابوكي كملي وين صرنا انا ليش بتستحكمين بحالك لا انا ما بستحكم بحالي بس كل القصه ما فيها انه امبارح اجى عندي ابو قصي وجايب لي معه كيلو موز صومالي مع عشر خسات كل خسات الوزن حسوا منشان انتخبوا معقول شكل يا ابو الصومالي شو الخسات وضعك انت لسه زعفان لحد ابو قصي لا انا من اجل حبي من حب من اجل حبي مش بنتخبوا وبنتخب اي واحد يا سيد عرفان نحن قررنا نعمل رئيس مجلس للبناوي يعني بستفيد مش كتير ما بستفيد شيء والله ما بستفيد تستفيد شغلات ما تتخيل عقلك ليش عيونك بتخاك يا اخي ما بستفيد لا بصير وجهة البناوي والكل بالكل وبصير كلمتك مسموع عند الناس طيب وبعدين لا شو تعمل لا قبل ولا بعدين روق عرفان عم اقول لك اذا صرت رئيس مجلس بناوي وضعك بتحسن وبصير كل الجيران ينزل عندك يعني يومي بدور اي بيلعب مع شطرنج وما حدا بيرضى كل اللي بده يخسر واجبار عني تنكور هلا انت عم تحكي عن جد ولا عن كذب؟ لك لكان بتحط برنامج اسبوعي كل يوم ينزل عندك واحد من سكان البناية او بيطلع لك حسن طار اللي سكن فيه المهم اللي ينزل عندك او بيطلع بتطلع على شطرنج بيخسر غصب عنه فبح وما بيجوز يربح ابدا يا سيدي اذا طلع له يربح صحتين على قلبه لك شو يربح من رئيس مجلس البناية ما بصير ابدا بده يطلع خسران باش رايك طيب وبدك تشتت الانتخابات لك خلي معي نحن رح نشن لك حمل الاعلانيه تبعك ونحن نجيب لك كل الاصوات عظيم اتفقنا استنى شو الرؤيه عمل الدعايه لك مو انت تكفلتوا فيها يعني تكفلت بس المصاري انا ما معي حبيبي انا بدك البيت هلا بتدهن البيت وما معك مصاري مشان الدعايه تمام وين هدول الصرع بتدهن فيهم ضبر مش عم عمل الدعايه وصرف دهن والبيت البيت نحن بدنا نتكفل فيه ندهن وانا وقتي بس انت بس تيجي وروح نعمل لك ورقه ترون ويلو نعمل استدار عجمي متاخدين ولا ضروري مثل ما قلت لكم ما بتخلوا هي ما بتخلوا هي تدسوا عليها شو سلامت لك شو هاد مين عمل هيك بابا الله خيبت وما في غيره هذا المحطوط تحت رمي هلك طيب بابا شوفوا لجوا جيبوا صوره ونزلوا انا كنت ضليت بالزقت معكم بس ما بقدر اخبر على شو حاضر بابا سلام بابا سلام شو تعالوا كريت عملت نظري هيا شو صايع بدك تنزل الصورة شو خطفنا على قصينا شو قصة؟ ما في باب قصة عم بدك تنزل صايع بدك تنزل الصورة كتب لك شو عندنا يا ولا ولا انت شو جابك يا ولا؟ اتجابك اه اتجلب له راح
يا أعطيني كل واحد منكم 50 ورقة. لا يا سلام، لا معقول يا حبيبي انت بتتصرف معنا؟ انا ما معي 50 ورقة بتسافر على الغالية في الليل. اعطيني نفسي يكون انا ما معي عندي وين اهو اذا ما تجيب سيدي لحد يا ويلي بتعمل منها اهو. ها هي اجى عرفان خذوا منه مرشحكم. اهلا معلم عرفان. شوف يعني خبرات ما معي غير 10 ريالات بدنا 100 ورقة. وين حاصل بعدين حاصل بعدين سامير. نعم. وين بكري؟ نزل هو والهزاز دهنوا البيت العرفان. بلاش؟ امي. مستغربة انا شلون عايش بكري هيك، خليه يشتغل شو فوت. 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 ف
البيان الانتخابي الآن. وهي شو المكاسب اللي رح يكسبها إذا صار رئيس عضو مجلس الإدارة شيد البناية كلياتها؟ إذا صار البناية فمشان هيك كل واحد لازم يقدم بيانه الانتخابي حتى على مستوى بناية. إيه أمي، لأنه سكان البناية بدهم يعرفوا شو رح يقدم المرشح الجديد. ها إيه مشان هيك أبو صايم بايله ما نمت إيش رح حكينا أمي؟ شو حكينا أمي؟ شو حكينا أمي؟ شو حكينا أمي؟ ما لازم تسمع كلام المان. ها تسلم ايديك يا صهري يا سندي. انت هي التربية الحديثة يا اما فلا روح رايح حط الشاي على النار مشانك. وش ما بدي اشوفه انت تكمليك على بناية وعلى بناية وما ادراك ما بناية. ايه امي صرعنا من الحديث ملينا. اوه تك وانا كمان على قولة ابو قصي الخيال وعدي العصام. إذا رضى الله عن تخبوه. إيه خاطرك بكري. الله معك الله معك. طالما ما في غير رشح على الانتخابات شهرك العزيز هذا لازم تنتخبه مثل ما بدك حماتي. مرت عمي يطلب منك طلب. ما بدك شو على شغلي؟ ايه ما علي سيرو. شكرا كثير. ريقي احد اذن مني. بكري شو عم تعمل؟ فجأة مروان لما من كل واحد ما تحكي معي الحلقة دي ده ايش عم تسوي؟ عم بشرف على قصي بدي اكل محل يا سلام. ليه بطري؟ وهي احلى ريش نبكيين مشان ضيف كل اهل البناء ومشان تخلعوا الفوم. انا فهمت شو عم تسوي وانتو شو؟ خدمة لوجه الله. ايه احسن ما يدخلوا قصي يعني اذا تخلعوا الفوم؟ ماشي الله يوفقكم. الله معك. أخي ما عليك شغلي. حلت أمك في الوقع وبمطوع الشغل. إن شاء الله دائما بالأفراح. شو كلام الأفراح؟ يعني الأفراح. لك سامر ماما حبيبي كم مرة نبهت عليك ما تطلع من عيني ساحر عيب. هذا اكيد صغرك مروان روح افتح له بيكون نسيان له شيء غلط. لا هذا ابو قصي جاي مشان ننتخبه. لك صحيح ندى على سيره ابو قصي خطي ننتخبه. رح ننتخبه يا امي ليش في غيره؟ في ولا ما في ننتخبه؟ في ولا ما في غيره؟ في غيره من اللي ما في غيره؟ ليش لازم قصي؟ بكري لا لا بخرب بيتك بكري بكري فجعان. وانت فجعان شو لك علاقه فيه؟ مالك يا ولد في حياتك فجعان. مين في غيره؟ مين تكون هلا بالمهم مين غيره؟ قالت لك هذا عرفان. قلبي
وصل؟ نعم بابا. بين معكم انه هون شيء؟ لا. مين عامل هيك؟ ما بنعرف. روح انت واختك جيبوا صور ولزموا فوق. حاضر. مين في عندكم جوا؟ اختي امي. ومين غيره؟ بكر بن هزاز. ولي بكرين يصبر على اختي. لا تقول لي انا عم ضيف هذيك يا ابو يا ما بدي اروح. يا يلا اهلين وسهلين ابو قصي. شلونكم يا جماعه؟ الحمد لله. ابو قصي سؤال بس صغير، ليش ما عم توزع هدايا على سكان البنايه باعتبارك مرشح انت؟ وليش بقى لوزع هدايا؟ أنا بضمن النجاح 100%. وبركي طلع لك واحد مرشح أفهمك. مين بيسترجي يرشح حاله قدام أبو قصي؟ لقد نعم لك أبو قصي ضمن نجاحه 100%. وأنا بكري بكار حامي الديارة حتى تخفق. شو ما صار ممكن. الله يرضى عليك يا بكري. مدام؟ نعم. ماتي أنت مين اللي حتنتخبي؟ أنا حاليا لسه لهلأ ما أخذت قراري. ها مع إنه المرشحين يعني مأكلين بعضهم فوق بعض. يلا خطبوا تعال بكري. يلا عم نستخدم أبو قصي. انتو مو ملاحظين انه سنكوح متحسن اخلاقه بهاليومين؟ ملاحظين بس ما عم نجيب سيره لحدا. انا مو ملاحظه. بتعرفوا هذا الموضوع شو عم يساوي؟ شو عم يساوي؟ عم يطلع صوري بدها طرز. لا مو معقول. مو معقول؟ ارجيني ايدك اشوف. ها اللي بقول لك شو؟ ها صحيح مو معقول. معناتها هذاك المغضوب اللي عم يشتغل هالشغله. خلينا ننزل على الغرفان ونشوفوا جاب الصور اللي ما جابها. ما بدنا نوصل الصور للاستاذ. صور استاذ كلها مطلية، كل ما حط شيء جديد وضبط الاول جديد، كل ما حط شيء جديد اما مطلية الاول جديد. يلا كل ساكن بالبناية في له حقوق وعليه واجبات وأنا اللي حريحك من هاي الواجبات. ها عن إذنك. مثل ما قال أبو قصي رح يصير تبديل جذري بالبناية ورح يصير كمان تغييرات جديدة وحاسمة وكتير مهمة بالدورة الجديدة. دورة جديدة؟ يي أنا دورة. هاي كل سنة بيصير انتخابات بالبناية. يعني بيصير كل سنة دورة جديدة، دورة انتخابية جديدة وبتتسمى انتخابات رئاسة مجلس البناية. مثل ما عملت رجعوا طرز الصور بدهان. أخ أنا ما أتأكد منه. أخ مين عاد عنا الرسول بابا؟ مين ما كان يقول؟ لك بنتي أنا مفارق معي، أنا ناجح ناجح بس أنا عم نزل صور يعني مشان العرف والتقاليد. على كل المشكلة روحوا خذوا شوية صور ولزقوا فوقهم. بس ما ضعنا غير شوية صور. إذا رجعوا ترسوهم بدهان ما حيضل عنا ولا صورة. انتو لزقوا هذا مرة إذا كان رجال ابن رجال مين هانفوه؟ ما في غير سنكوحة. ما أكيد ليش؟ ليه؟ لأنه هذاك اليوم لقيت أوعي مدهونة بنفس الدهان المطلية في الصور. قلت له سنكوح ليش أوعيك بدهان؟ قال عم بدهان بتعرفها. وانت كيف اكتشفت؟ كيف اكتشفت؟ انت ما بتعرفي انه ابوك مخ؟ الله عدوني سنكوح بساعة سنكوح. ريت نعيما يا جميل أنت. نتا مروان سامر يوش انشقت الأرض وبلعتهم. يا ريضة تانية أنا شو بدبي لو انشقت الأرض وبلعتهم كانت بلغتني معهم. هي بارك خليها فوقها. يا ورا يا يلا روح.
شو بتريدي؟ نزل. ايه امير امير الله يعلم شو بحبه. ايه يلا
فاضيني بفضارة تفضل فوتني شو صار له؟ لا تدخل شغلك ولا فيها سكر له خير ابو قصي شوفي لك عملوها فيي لك يا مروان عملوها فيي مين هدول؟ مين في غيرهم يعني؟ عرفان وسنكوح الله لا يوفقك يا عرفان ولا يوجه لك امر طال السوره والحيطان كلياتها وين المشكلة بالموضوع؟ طالما الانتخابات فيها منافسة شريفة، شو المشكلة؟ شلون شو المشكلة؟ ضلوا يدهنوا صوري بالدهان حتى خلصت الصور تبعاتي، وبس خلصوا صوري حطوا صوره هو ما بقى غيره يعني انك راح منك الكرسي بك يا ابو قصي، راح منك الكرسي. بكري وينه؟ بكري وينه؟ احكي يمكن يمكن عاد عرفان اهلين اهلين بالشاطرين ابوك مين بده ينتخب عمو عرفان وانت ابوك مين بده ينتخب عرفان وانت عرفان برافو عليك مد ايدي خذ يا حبيبي يلا خذ هاي حلوان عرفان لا خذ يو في بكره ما في لا خذ خذ اخي خذ خذ صحتين وانا كون يلا مع السلامه ايدك انت بعدين هاي اسمها خيانه اسمها مؤامره انتو كلياتكم خدعتون رو طول بالك ابو طيب بينو بينك يعني إذا بدها رجع عني صور الله لا يوفقك ليش أنت خليتني صور ما دهنت كلياتها يا مزي عيب عليك لا تقول من إزاي طول لك يا عم أبو قصي خذ الخيارات اللي في أعصابك مش أنا أبو قصي روح بدي أعصابك أنت بتقلنا دائما ندو أعصابك أنت هالدنيا أنت أكيد رح تنجح مش معصر شوفا أنت فيك كمان مواصفة بس ما شفتوش ما شايفتو أنت رجع بعرف مين لك شو أنا فاتتني ما وزعت لي شو خطر عن المنتخبين؟ تاري هذا السهلان عرفان حتى صدرين هنيسة ليش؟ لأنه عرفان عرفان إن الناس بحبوا اللقطة طامي تم تستهلين لا ريسي ما بتعلم شي الأساس العمال كويسة وبعاود وقل لك خد الخيارات اللي فيها أعصابك يا أبو صي عمل يا أبو صي طول بالك وما بصير غيرك عاش عرفان الكريم يسقط أبو صي أنا بخير أنا بس أخلو ما طلع الشبح حاجة بقى قصي قد وصلتنا فيها مرت عمي إيه علينا نستبقين مرت عمي إيش شو حكينا؟